ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نحضر مع بعض اكله ايطاليه بحبها جدا جدا جدا، وخصوصا في المكان اللي انا عايشه فيه ده، اسمها بيتسوكري فالتا اللانيزي او بيتسوكري فالتا اللينا، حاجه كده بتتاكل في المطاعم بجد وهم جدا. بصراحه انا اكلتها يوم عيد جوازي لاول مره كنت فيها هنا في ايطاليا، كنت اول مره اروح مطعم في عيد جوازي، فاكلت الاكله دي ومن ساعتها وانا بعشقها جدا جدا، بقيت مدمناها، كل ما بروح مطعم فبطلبها. فيلا بينا نشوف مكوناتها ونعملها مع بعض. مكوناتها سهلة جدا جدا جدا. بصوا، عادة الايطاليين بيجيبوا النوع ده اسمه بيتسوكري، ده عبارة عن نوع مكرونة مخصوص جدا للبيتسوكري، تمام؟ بيبقى مكتوب عليه الاسم ده زي ما هتشوفوه كده، بيبقى فيه منها الفريسكو، في منها المعلبات اللي زي دي. انا عادة بجيب دي لما مش هعملها في نفس اليوم، ممكن اعملها في يوم تاني. الجبنة المخصصة ليها برضو مكتوب عليها بيتسوكري، ودي برضو موجودة في السوبر ماركت، طعمها حلو قوي ومن الانواع الجبن الحلوة. بصوا نفس الاسم برضو بتاع المكرونة مكتوب على الجبنة من هنا، تمام. وعادة الطليانة بيعملوا معاها البطاطس، وكمان بيعملوا معاها نوع من الخضار وهو عبارة عن الكرنب العادي، بس انا دقتها بالخضار ودقتها من غير الخضار، صراحة عجبتني جدا بالبطاطس بس من غير الخضار. انا كنت عملتها لكم قبل كده بنوع الخضار، ممكن تعمليها بالخضار اللي بيتعمل، هو عبارة عن الكرومب لو انت حابة. انا عادة بحبها بالنوع ده، وهي من الاكلات اللذيذة جدا. البنات اللي موجودين هنا في ايطاليا يقدر يجيبوا البيتسوكري والجبنة بتاعته، وكمان يعملوا البطاطس يقطعوها بالشكل ده. اول حاجة نعملها ان احنا نسلق المكرونة مع البطاطس، بيبقى مكتوب عليها عدد دقايق اللي هتتسلق. انا دلوقتي بشرت الجبنه زي ما انتم شايفين بالمبشره، وكمان حاجه بحب احط عليها نوع تاني من الجبنه سواء جرانا او بارميجانو، تمام. فانا دلوقتي هسلق المكرونه والبطاطس مع بعض، واحط لها نص معلقه من الملح. على ما تتسلق زي ما انتم شايفين بتكون انتي حضرتي الجبنه بتاعتك، ما فيهاش اي افتكاسات خالص، تمام. بعد كده بتسلقي السكري، هوريكم شكله الاول قبل ما بنسلقه. ده شكله عبارة عن مكرونة عادية خالص، بيبقى ده لونها من جوه، تمام. ده لو مش فريسكو، اللي هو مش عجينة طرية، بياخد مدة سلق حوالي 15 دقيقة، بيبقى مكتوب على كل كرتونة المدة اللي هتتسلق فيها. دي مكتوب عليها انها هتتسلق في مدة 15 دقيقة، فيلا بينا نحطها نتسلق ونشوف ايه الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي هجهز الصوص بتاع البيتسوكري بتاعنا، هو عبارة عن مكعب من الزبدة كبير وفصين من الثوم، بنخلي الزبدة تسيح والثوم ياخد لون كده، وبعد كده بنحطه على البيتسوكري بتاعنا بعد طبعا ما يكون اتسلق، تمام. فيلا نصفي كده ونشوف البيتسوكري مع بعض بعد ما سلقته. بعد ما عدى 15 دقيقة زي ما قلتلكوا، بنصفيه كويس قوي من المية هو والبطاطس، بنكون سلقينهم مع بعض، وبنحط عليه الجبنة بالشكل ده ونقلبها كويس قوي، ونجيب ورق فويل طبعا لو احنا عاملينها في صينية بالشكل ده، ونغطيها بسرعة عشان البخار بتاع السخونية بتاع البيتسوكري يسيح الجبنة، تمام. انها بتبقى عاملة زي الجبنة الموتساريلا وبتسيح معاكي، فانت لازم تقفلي كويس قوي من الجناب بالشكل ده. في المرحلة دي هسيح الزبدة وهحط فيها التوم لحد ما ياخد معانا لون ويديني ريحة التوم بالشكل ده. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا سيحت الزبدة وعملت التوم، هشيل التوم، التوم مش محتاجاه خلاص كده، مهمته انتهت، تمام كده. الزبدة دي هناخدها هنحطها على البيتسوكري، شايفين الجبنة بعد ما ساحت عليه بالشكل ده، هنحط بقى الصوص اللي هو الزبدة بتاعتنا كده، وهنقلب كويس قوي. عايزة اقول لكم ان الاكلة دي بجد سهلة جدا، متاخدش منك وقت وتطلع تحفة. وكده خلاص هنقلب كويس، وبعد كده نقدمه بقى. طبعا البيتسوكري بيتاكل سويس، هنقلبه كويس قوي وهناكله وهو سخن، لازم يتاكل وهو سخن عشان الجبنه بتبقى سايحه، وبيبقى طبق لذيذ وحلو جدا جدا، انا من الناس بجد بعشقه. عايزه اقول لكم جربوه، البنات اللي في ايطاليا جربوه ان شاء الله هيعجبكم، ولو لقيتوه في مصر يا ريت تجيبوه برده وتجربوه، اسمه بيتسوكري فالترانيزم. مش عارفه موجود في مصر ولا لا، بس ما اعتقدش، بس دي اكله للبنات الموجوده هنا في ايطاليا. وكمان حبيت اعرفكم اللي بيتفرجوا علينا من خارج ايطاليا برده، حبيت اعرفكم الاكل الايطالي شكله ايه.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.